فطور مع الاخ مهند وعمر، هذه هي البدايه ديال اطول رحله ان شاء الله غادي تكون. جوج القطار القادم من ريجا في الحجاج، ريجا رفع العين على الساعه الثانيه صباحا. من بعد ما خدينا الترين تقريبا جوج سوايع وصلنا ان شاء الله ميلانو سنت اليك. دابا نمشيو نشدو الكار ان شاء الله في المطار. جينا مع الكار قد ناخذ الماء. هو تيقول لك يلا سير مع السلامه. جينا بعدا مع الكار نيشان فينا ما نبقاو نتسناو واحد 30 دقيقه اخرى ولا الحمد لله. احنا غادي لميلانو دابا المطار ان شاء الله غتكون اطول رحله درتها ان شاء الله في حياتي. المختطفات من ميلانو هفا الخير، يعني الملعب ديال اسي ميلو والانتر اللي تلعبوا فيه سان سيرو. الى باقى شي نيه ديروا النيه، راه حنا اللي غادي نجيبوا الكاس ان شاء الله. هاد العام عندي احساس ان شاء الله غادي نجيبوا الكاس. بالنسبه للعابه في المستوى، يعني حنا رابع العالم، تنتمناو يديروا كاع اللي في جهدهم وناخذوا الكاس ان شاء الله. ما نمشيوش غير هباء منثورا كاع الثمن اللي غادي نضربوا غادي نضرب الصيف. هي 33 كيلو كينا 33 راه مدي. كاين في المطار كاين شي بلايص اللي ممنوع نصور فيهم بحال السكانير وهذه، ايوا صورنا شي حاجه اللي قليله. المهم تلاقيت مع واحد الدري من الراشيدية، الله يكبر بيه يتغير، زيد فينا واحد ديال المكناس، زيد فينا واحد ديال المكناس ما تيبغيش يتصور. احنا في ميلانو تنتسناو في الرويال. قول شي كلمة للمنتخب المغربي. سيدي كنتمناو لهم التوفيق والنجاح والاستمرارية إن شاء الله في هذا الكوب هذه إن شاء الله، يفرحونا ويشرفوا كاع المغاربة ويعطيو واحد الصورة تكون جميلة على 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 البلاد ديالنا. تحية من هذا المنبر هذا للمدرب ديالنا الصلع على وليد الركراكي، مع كامل احتراماتي ليه والتقدير راس لابوكها. تحياتي تحياتي يا الله، مع السلامة. طلعوا الطيارة ثاني وكل جديد. واحد صندوق التبرعات والله إلا زوين، كنا عطاونا نديوه معنا، حيدوا لينا الصرف يعطيونا الأوراق. باقي الرويال باقي ما رويال ارمارو جاي حدا هذيك الطياره ديال هذوك اللي ما تيتسموش. هو تلاقينا مع السي علي من اطيب خلق الله، تلاقينا معاه هنا في مطار ميلانو، بغى يقول شي كلمه للمنتخب والاصدقاء ديالو. السلام عليكم. بعد السي ربيع نهار كبير هذا تلاقينا فيه، كلشي مزيان خويا الحمد لله. نتمنى اخويا اش غنقول لك بعد تحيه
جميع المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وكنتمنوا المنتخب ديالنا ان شاء الله الفوز والفوز والفوز، وربي ما يحشمهمش، ربي معاهم يكون خير ان شاء الله. وتحيه خاصه للميمه الله يخليها ليا والاخوان والاصدقاء الله يحفظهم، وتحيه كبيره لدرب السلطان العاصمه درب السلطان مسقط الراس يا الله سير. والمغاربه نتمنوا لهم السعاده والتوفيق، وبلادنا تبقى غادي ديما زيد قدام ديما قدام قدام ان شاء الله، ديما المغرب ديما المغرب ديما المغرب ديما المغرب. زيدو مشكلي مازال ما خلص، مشكلي مازال يتسال الصرف، ما نظنش هو الناتج للوصول المتاخر للطائره، ديما انتم متاخرين من الان ديما مقصود نصحوا مرتقب في مطار محمد الخامس وتقود الحراره حاليا 27 درجه مئويه. اشكركم لاختياركم الخطوط ضربي مؤخرا وخاصه الطرطه راح نرتبنا ديما راكبي ديما راكبي ولا طرف السلامه ان شاء الله. وما تنساش دعاء ديال المسافر راه مستجاب، عندك شي واحد يزعل عليك صغير عليك طلب دعاء مستجاب. الاخ علي والله الا خاوه كنا ديتو معايا الكوت ديفوار، والله ما كرهتش مع الكوت ديفوار بحال والو، حنا عند الله كلشي ديال الله. ربع السيمانه مع الوالده وقت القطع هبط عندك كلشي ديال الله. نتمنى التوفيق للمنتخب الله يعاونك فوز عظيم ان شاء الله. في المقصورة exit areas are clearly indicated in the event of reduced visibility in the cabin. عند الطوارئ ستضرب الطوارئ المؤدية إلى المخارج. Low level lights will illuminate the path to all exits. ويوضح الكار دابا تيسبقنا. تتكيس علينا
الطريق مفتوحة، ربط حزام الأمان وطي مساند الذراعين. نطلب منكم كذلك وضع جميع الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الإرسال اللاسلكية في وضع التوقيف، والتأكد من أن هواتفكم المحمولة في وضع الطائرة لتجنب التشويش على أجهزة الطائرة. ندعوكم أيضا إلى الاطلاع على تعليمات. المغرب ودوزنا الديوانة بخير، ناخدو شي حاجة ما نشربوها بعدا ويحل الله. والله ستا دابا غادي نبقاو نتسناو تاني ليسكال واحد ثلاثة د السوايع اخرى، واش غادي نديرو؟ عطاونا هاديك الطيارة نمشيو فيها دابا نيت. أسد الأطلس ينادي. مطار محمد الخامس باقى ساعة ونص ليلة مطار شي صفر شي زوين عندهم هنا. شوفوا شوية مغربي 100%. جعنا شوية ناكلو بعدا 10 أورو مناضه هاد الخبيز في المطار. انا تلاقيت مع كشخه مكشوخه، قول لهم زاوه ديما مغرب ومربوحه وصا الله نجيبوها في كل لو قول لهم الكلمه كشخه مكشوخه دابا داير موستاج موستاج مو ماستاج. اللهم يسر. احنا دابا وصلنا الكار. ها هو الدري تا هو ولد ابيجون، قاعد في الوراق عنده كلشي. مرحبا بكم في ابيجون اخو. طياره اللي طيار وأخيرا الرويال إير ماروك. دابا نيشان أبيجون
فراس بالليل دابا بالليل فيتي شاف ما كاين والو غير بالليل. الله يسهل عليكم هاد الاخوان تاتو كوت ديفوار ماركت بيت الطيارة. جيسبيك سي با اون جوج نو نو فانتي دو لوين نايدة نايدة طيارة عامرة ما كاينش بلاصتك بلاصتك ما تلقاهاش. سقي